مرحبا، اليوم رح نحكي عن حليب البودرة. كتير منا بستخدم حليب البودرة، بس أهم إشي نخزنه بطريقة صح. بكون كتير مكتوب على الصلاحية إنه الصلاحية لمدة سنة أو مرات سنة ونص. كتير مهم ننتبه لطريقة تخزين الحليب، إنه يكون بمكان بارد وجاف، ما في حرارة وما في ضوء مباشر. هلا بالنسبة للحليب، حتى لو مكتوب عليه سنة وإحنا فتحناه، وخاصة هلا بوقت الصيف الحرارة عالية فوق 21 جوا البيت وضوء مباشر، بتقل الصلاحية من سنة فقط لثلاث أشهر. بعد الثلاث أشهر يفضل إنه نتخلص من الحليب أو نستهلكه بفترة اللي هي بتكون ضمن الثلاث أشهر. بالنسبة كمان لإحنا لما ناخد حليب مرات على الشغل عشان نضيف على القهوة أو على الشاي، ومنحط هذا الحليب مرات بعلب، كتير مهم ننتبه للعلبة. إذا كانت العلبة شفافة يفضل نمسك هاي العلبة نحطها بالجرار أو مكان معتم، ما يكون في ضوء مباشر، لأنه الضوء المباشر راح يأثر على الفيتامينات الموجودة بالحليب، وخاصة فيتامين اللي هو الرايبوفلافين B2، لأنه بتأثر بالضوء وبالتالي إحنا ما رح نحصل على هذا الفيتامين الموجود بالحليب. كمان إشي كتير مهم نطلع على الحليب، إذا كان الحليب لونه شوي على غامق هذا ناتج على تفاعل ما بين السكر الموجود بالحليب اللي هو سكر اللاكتوز وبرضه البروتين الناتج من الحرارة وبرضه من الرطوبة اللي بتكون موجودة بالجو. فعشان هيك إذا كان بهذا الشكل يفضل نستهلكه يعني بوقت ما نوصل لهاي الدرجة. وبرضه كتير مهم طريقة الحفظ، مكان بارد وجاف بعيد عن الرطوبة والحرارة. اليوم رح نحضر لكم مخفوق الفراولة والكيوي. بنحتاج 7 حبات فراولة، 2 كيوي، كوب حليب خالي الدسم، كوب لبن زبادي فراولة خالي الدسم. الخطوة الأولى بدنا نقطع 7 حبات فراولة. الخطوة الثانية بدنا نقشر الكيوي ونقطعه. بعدين بدنا نحط الفواكه بالخلاط ونخلطهم شوي. وبعد هيك بنضيف اللبن الزبادي والحليب. وبعد هيك منصب مخفوق الفراولة والكيوي ومنزينه بشرايح من الفواكه مثل الكيوي والفراولة. بيحتوي مخفوق الفراولة والكيوي في الكوب الواحد على 85 سعرة حرارية، وهو غني بفيتامين سي، وبرضه مادة الإيلاجيك أسيد الموجودة بالفراولة تعتبر مادة مضادة للأكسدة، ممكن تحمي من كتير من أنواع السرطانات.